تم يوم أمس عرض الفيلم السعودي آخر زيارة كونها دولة ضيف، شارف الطبع 33 لأيام قرطاج السينمائية الدولي في ثاني أيامه بحضور كل من وزيرة الثقافة التونسية والوفد السعودي، هذا ويعرض الفيلم في مدة 76 دقيقة لمخرجه عبد المحسن الضابعان أحداثا درامية لقصة مألوفة عن صعوبة علاقة أب مع ابنه التي تتسم بالاضطراب وتصعب الفجوة بين الجيلين في التواصل. هذا وسيعرف اليوم عرض الفيلم الجزائري في فئة العروض الطويلة الحياة ما بعد لمخرجه أنيس جعاد. مفيدة قناة النهار إلى تونس فريال حبيب رصدت التالي. كثير ومع جماهير مختلفة، لكن الآن أشعر كما لو أن الفيلم يعرض للمرة الأولى. حقيقة الجمهور كان مدهش، الكلام والنقاش اللي عن الفيلم كان كثير رائع، وأعتقد أني لو ما سويت الفيلم إلا لهذا العرض لكنت أكثر من سعيد. وأنا من الأشخاص اللي معجب جدا بالسينما الجزائرية والسينما التونسية والسينما المغربية من حيث تعدد الأصوات ومن حيث الأصالة اللي موجودة في القصص، لكن أكيد يعني أحتاج أني أطلع بشكل أكبر على الأفلام لأني دائما أصنف نفسي مقصر صراحة. جزائرية من عشاقها جدا، يعني في موسيقى كثير رائعة، الفرق الموسيقية المستقلة، وأكيد دائما عندي شغف أني أحاول أني أطلع على هذه الثقافة المهمة بشكل أكبر من ناحية الموسيقى، من ناحية الأفلام، ومن ناحية الأدب والروايات أيضا.